جامعة محمود المطري، أول جامعة خاصة مختصة في العلوم شبه الطبية. جامعة محمود المطري، الامتياز والالتزام. عسلامة، صح شربتكم. أنا تسليم الجماعي، نقرأ بخوميغ أني نوتريسيون في جامعة محمود المطري، واليوم مش نحكي لكم على أهمية مشتقات الحليب. أول حاجة، شنو ما هو؟ par exemple ليغوتا، لبن، حليب، رايب، يغورت، وجبونات بنواعها. علاش لازمنا ناكلوهم وشنو ما فادتهم للبدن في رمضان؟ على خاطرهم يحسونا بالشبع، هما مصدر هام للفيتامين، أملاح المعدنية principalement الكالسيوم، وفيهم برشا ماء اللي خلونا ما نعطشوش. إن شاء الله صحة اليوم عجبتكم، واستنونا غدا في صحة أخرى.